عشان سي. ان شاء الله النهارده في السكشن هنتكلم على نكمل اخر السيجنالز، هنتكلم عن البريوديك سيجنالز، تمام؟ هنخش في جزء السيستمز، هنتكلم على الترانسفر فانكشن. فاحنا في البريوديك سيجنالز هنحل الاكزامبل ده الطويل خالص، وبعد كده نحل الثلاثه اللي هناك عشان ننقل على السيستمز، تمام؟ عايزين دلوقتي نديفاين يعني ايه بريوديك سيجنال، تمام؟ يعني انا بقى لو اسالك اقول لك الاكس اوف تي لو انت عندك سيجنال ايكوال ساين تي. ساين تي دي ابديت السمعت حاجه عندك صح؟ هل الساين تي دي بريدكشن؟ ساين تي بريدكشن انت بتبري ذا ساين تي دي بتساوي كام؟ انا طلبت تي بتاعتها. دي هي الكبر دي مينيمم بريد بتاعت الساين. يعني الساين او الكوزاين انت ممكن تقول ان البريد بتاعتها 2 باي او 4 باي او 6 باي او 8. الاخر هي 2 باي كي. يعني البريد بتاع اي ساين او كوزاين هي 2 باي كي. والكده انتجر بياخد من واحد لحد انفينيتي، تمام؟ اجي بقى طلبت منك قلت لك ان انت عندك سيجنال ثانيه هي عباره عن اكس اوف تي ايكوال ساين بنسميها اكس 1 اكس 2 ساين 2 تي. فالسيجنال دي لما تيجي ترسمها هتعمل ايه؟ هي هي الساين بس انا هعمل لها ايه؟ هعمل لها سبيدر صح؟ يعني هتعمل لها كده. طيب والبريد بتاعت السيجنال دي بتساوي كام؟ المينيمم بيريد هي 2 باي كي على الاثنين، تمام؟ فالاثنين على الاثنين فهي باي كي. احنا قلنا هناخد عشان اجيب البيريد بجيب المينيمم بيريد. فالمينيمم بيريد هنا ان انا اعوض عن الكي بواحد فيبقى عندي المينيمم دي هي الفرق. يعني انا ممكن اتكلم ان الاكس 2 سيجنال دي هي ساين 2 تي، ممكن اقول لك ان هي بريدكت بباي او 2 باي او 4 باي او 6 باي او كذا، تمام؟ لكن المينيمم بيريد بتاعتها هي الباي. يبقى الديفينيشن بتاع البريدكت ان انا يبقى عندي اكس تي بلس تي كابيتال ده لازم يكون بيساوي الاكس تي فور افري تي، تمام؟ طيب لو انا بتكلم بقى عن السبليت فيرجن اكس ان بلس ان السيجنال دي تبقى ديسكريت امتى؟ لما انا شفتها بمقدار ان اديني نفس السيجنال اديني اكس اوف ان، تمام؟ اور ان بس كان في كونديشن هنا. ايه الكونديشن على الديسكريت سيجنال؟ ان انا لازم يكون عندي الان ده انتجر صح؟ طيب لو جيت بقى قلت لك ان انا عندي سيجنال اكس اوف تي هي عباره عن الاكس 1 اوف تي بلس الاكس 2 اوف تي، قلت لك ان الاكس 1 اوف تي دي بريودك والبريد بتاعتها تي 1 والاكس 2 دي بريودك والبريد بتاعتها تي 2، هل الصم بتاعهم هيبقى بريودك؟ عشان نتاكد ان الصم بتاعهم بريودك ان احنا نجيب التي 1 على التي 2 نجيب الريشيو دي اللي هنسميها ار اوفر كيو. لو طلع لي بقيت فاليوز للار والكيو الاثنين انتجر فساعتها الصم is period، تمام؟ يبقى الصم يبقى periodic لو انا عندي ال two signals ال periodic ال ratio ما بين ال periods بتاعتهم تكون rational number، تمام؟ بنسمي integer على integer rational number، تمام؟ ما يكونش فيها اي fraction. اخر حاجه نقولها النهارده بالنسبه لل periodic ان ال constant signals او constant ليهم تو بروبرتي. ايه بروبرتي بتاعت الكونستنت فانكشنز؟ اول حاجه الكونستنت فانكشنز بتاعت بيريود هي بيريودك بس البيريود بتاعها انا ايدنتيفاي، تمام؟ يعني خلينا نمسك كده الكونستنت فانكشن. لو جيت قلت لك ان انت عندك اكس اوف تي ايكوال 1 فدي كونستنت فانكشن متى بتساوي 1 صح؟ ان هي انفينيتي انفينيتي، تمام؟ فانا لو جيت قلت لك عند لحظه تي قلت لك احسب لي اكس اوف تي بلس تي دي تي بلس تي هتلاقي ان اكس اوف تي بتساوي الاكس اوف تي بلس تي لاي فاليو للتي. يعني ممكن اخلي التي هنا بواحد ب 10 مليون بتاع اي نون زيرو فاليو فساعتها التي دي ممكن تبقى اي فاليو ساعتها اقدر اقول ان الكونستنت فانكشن هي بيريودك فانكشن ويز ان ايدنتيفايد بيريود البيريود بتاعتها مش معروفه، تمام؟ وده يخليني ان انا اقول لك ان الكونستنت فانكشن ما بتاثرش على دونت افكت البيريديسيتي. تمام؟ يعني لو خدنا اكزامبل هنا قلت لك ان انت عندك سيجنال اكس اوف تي هي عباره عن ساين تي بلس 1. السيجنال دي بيريودك ولا مش بيريودك؟ كده لو انت كنت ترسم السيجنال دي هتبقى عباره عامله عن ايه؟ هي
هي عباره عن ساين بس مش كتاب مقدار واحد، هيبقى عندك ساين ايه؟ صح. طيب سيجنال دي بيريودك ولا نون بيريودك؟ انت مش ممكن تقول ان هي عباره عن تو سيجمنتس، دي بيريودك والبريك بتاعتها تو باي صح؟ ودي بيريودك وتقول ان البريك بتاعتها تو باي؟ هتقول ان الصن بتاعهم تو باي؟ يبقى من الاخر الكونستنت سيجنالز ما بتاثرش على البريودستي. فانت لو عندك اي سيجنال عباره عن كونستنت بلس حاجه شوف الحاجه دي، لو هي بيريودك يبقى الاوفر اول فانكشن اللي هي مجموعهم بيريودك وبنفس البريود بتاعتها. تمام؟ اكيد مش هتقول ان انت ايه بلس انت بتفضل ايه البريود بتاعك، لا انت هتقول ان هي لازم تاثر بريودستي، وان اي كونستنت سيجنال مجموعه اي سيجنال هتديك نفس هتديك سيجنال بيريودك وليها نفس البريودك بتاع السيجنال الاول. تمام؟ طيب هنا بقى في اول في ثاني سؤال في الشيت مش فاكر رقم كام؟ السؤال ده رقم كام؟ ده رقم 5. دي سيجنال اكس 1 دي عباره عن الصم بتاع الاكس 1 واكس 2، وبيقول لك ان الاكس 1 دي بيريودك سيجنال. تمام؟ وديفاين دي 1 بيريود بس، يعني دي 1 بيريود، ومديك الاكس 2 بيقول لك ان هي بيريودك سيجنال ومديك 1 بيريود برضه، وبيقول لك انا عايز البيريود بتاع الاكس اوف تي اللي هي مجموعها. فانا اول حاجه نجيب ال T1 نجيب ال T2 وبعد كده نجيب الريشن نشوف ال T1 هي بتساوي كام. هو بيقول لك ان دي بيريودك سيجنال ومديك 1 بيريود، البيريود دي من 0 ل 2 كونستنت بواحد ب 2 3 ب 0 وبعد كده بتكرر نفسها. فبتكرر نفسها كل كام؟ كل 3 صح؟ وده المينيم بيريود، يعني ممكن اقول لك ان ال T ايكوال 6 ده بيريود بس مش ده المينيم. طيب ال T2 بتساوي كام؟ 5. دي سيجنال من 0 ل 3 بكام؟ 3 ل 5 وبعد كده من عند 5 بتكرر نفسها تاني. فال T2 ايكوال 5. لو انا عايز اجيب ال T فبقول T1 اوفر T2 عشان السيجنال دوت معمولهم سم بتساوي كام؟ بتساوي 3 على 5. ده انتجر على انتجر، اقدر على طول اقول ان هو 5 في 3 ان البيريودك السم، وان التي بتاعت البيريودك هي يا اما 3 تي 2 يا اما 5 تي 1. الفاليو دي هي الفاليو دي اللي هي 3 خالص 2 هتطلع 15. بعد كده بيقول لك بلوت 1 بيريود من السيجنال اكس اوف تي. طيب يعني ايه 1 بيريود من اكس اوف تي؟ يعني انا هرسم لحد تي بيساوي كام؟ 15. انا هرسم لحد تي بيساوي 15. خلينا نرسم بقى كده الاكس 1 تي، الاكس 1 اوف تي هي سيجنال كونستنت من 1 من 0 ل 2 فيما 1 بعد كده 0 من 2 ل 3. بس ان دي بيريودك يعني هتكرر نفسها تاني كونستنت 2 بيريود بعد كده بيريود 0 كونستنت 0 كونستنت 0 كونستنت. يفهم من دي كده بس. طيب الاكس 2 اوف تي هي سيجنال قيمتها بواحد من 0 ل 3، يعني مدة 3 باصات قيمتها واحد وبعد كده نقلب واحد مدة باصتين. فواحد نيجاتيف واحد نيجاتيف واحد واحد نيجاتيف واحد. طيب انا دلوقتي عايز ارسم ايه؟ عايز ارسم الاكس دي اللي هي عباره عن المجموع ده زائد ده. حد بقى يجمع معايا؟ واحد اثنين من البيريود من 0 ل 2 1 زائد 1 صح؟ وصلنا كام 2؟ بقول لك ايه؟ في حاجه تكتب عليها؟ من 2 ل 3 0 ل 1 بتوصل كام 1؟ من 3 ل 5 بتوصل كام 1؟ جبت 1؟ اسيب لك التليفون طيب ولا ايه؟ من 5 ل 6 0 ل 1 بتوصل كام 1؟ من 6 ل 8 بتوصل كام 1؟ 1 يعني 2. من 8 ل 9 0 ل 1 بتوصل كام 2؟ 1. من 9 ل 10 بوصلك ل 0، من 10 ل 11 بوصلك ل 2، وبعد كده من 11 ل 12 بوصلك ل 1، وبعد كده من 12 ل 13 ل 2، من 13 ل 14 قيمتها كام؟ قيمتها 0، من 14 ل 15 قيمتها 2. بعد كده بص كام يا اسطى، يعني نفس الكلام، يعني انا من غير ما ابص على الفاليو دي انا عارف ان هي هتساوي اول فاليو اللي هي هتساوي كده. بس انا مش هكمل ان هو كان عايز 1 بي فهترسم من 0 ل 15. تمام؟ الكلام ده كله هيكرر نفسه بعد كده، يعني انت لو جيت رسمت من 15 ل 30 هيطلع لك نفس الشكل ده بالظبط. تمام؟ وانت كان عندك البيريود الاولاني الفانكشن الاولاني بيريودك، والبيريود الثاني 3، الثاني كان بيريود 3 5، الصم بتاعهم هيبقى 15.
لان مستحيل لو انت جيت بصيت من هنا لهنا هتلاقي السيجنال في الفتره من 0 ل 15 اكسو تي هتلاقي نفسها كرنت نفسها وعدد شكلها تاني. انا اسف على التاكيد بس انا عايز انا فاهم الحل وفاهم كل حاجه بس مش فاهم الكونسيبت نفسه عباره عن ايه. طيب الكونسيبت نفسه احنا بنتكلم على البريودك سيجنال تمام. البريودك سيجنال اللي انا بقول لك ان الاكس اوف تي بتساوي اكس اوف تي يعني اكس اوف تي بلس تي كابيتال بتساوي اكس اوف تي فور اول تي. يعني انا دي بسيطه على الساين احنا عارفين ان الساين دايما بريودك صح والبريود بتاعتها 2 باي كي وكده انتجر من الواحد للانفينيتي على المينيمم بريود هي 2 باي. طيب لو جيت قلت لك بقى الساين دي ابيض قلت لك الفاليو هنا عند تي مش هي لو انت جمعت عليها تي كابيتال ايكوال تو باي جيت هنا الفاليو دي هي الفاليو هو ده الديفينيشن بتاع بريدك ان انت لما تيجي تجمع على اي سيجنال تجمع عليها كونستنت تي تديك نفس قيمه السيجنال تمام. نفس الكلام بالنسبه للديسكريت بس لازم ان اللي بنجمعه ده يكون انت تمام. ده بالنسبه للبريدك سيجنال البريدك سيجنال سيجنال بتكرر نفسها تمام بعد تي سامبل او بعد تي سايكل. طيب لو انا جيت طيب بقى عندي تو سيجنالز مجموعين تي بيريودك ودي بيريودك الصم بتاعهم هيبقى بيريودك في حاله كونديشن واحد انت لو جبت الريشيو ما بين تي 1 وتي 2 اللي هي البيريودك البيريد بتاع كل فانكشن طلع لك حاجه خالص انتجر على انتجر بس ساعتها هيبقى الصم انتجر او الصم قصدي بيريودك تمام. ليه الكلام ده حصل؟ السبع مثال اجمع تو سيجنالز وخلي واحده فيهم بيريودك مثلا تاخد الصمت هنا على جنب. لو جيت انا قلت لك ان انت عندك ده البريد بتاع تي 1 ده البريد بتاع تي 2 ده الريشيو ما بينهم ده الار اوفر كيو ده البريد بتاع الصمت. يعني بقول لك ان انت عندك سيجنال اسمها اكس 1 البريد بتاعتها تي 1 عندك سيجنال ثاني اكس 2 البريد بتاعتها تي 2 عندك سيجنال اكس البريد بتاعتها تي هي اكس 1 بلس تي 2. لو جيت قلت لك ان السيجنال الاولانيه البريد بتاعتها 0.3 والتانية بريودك والبريود بتاعتها 0.2 ده معناه ان الريشيو بتاعتهم هي 0.3 على 0.3 اللي ممكن اكتبها 3 على 2 صح؟ بما ان ده انتجر على انتجر يبقى دي دي بريودك فانكشن او الاكس دي بريودك فانكشن البريود بتاعتها تي 3 في 0.2 اللي هي 0.3 او ممكن تقولها ان هي 2 في 0.2 لما انت قلت لك ان انت عندك سيجنال بريودك والبريود بتاعتها باي والتانية بريودك والبريود بتاعتها 2 فكده ال T1 over T2 هي باي على ال 2 ده معناه ان ده مش انتجر انتجر مستحيل باي تساوي انتجر تمام. فساعتها ده مش موجود فانا دي نوت بريد يعني الكسر كله يبقى راشنال لازم يطلع راشنال اه انتجر على انتجر. لما جيت قلت لك انت عندك سيجنال بريدك باي اوفر 2 ودي بريدك 2 باي فالريشيو بتاعتهم هي باي اوفر 2 على 2 باي ده بتساوي كام؟ ركز على 4 وده معناه ان هي بيودك بريد بتاعتها تساوي كام؟ عايز تجرب او عايز تفهم ليه ده مش بيريودك؟ ارسم على المكان ارسم ساين ويف البريد بتاعتها باي ارسم ساين ويف ثانيه البريد بتاعتها 2 باي وجمعها تلاقي اللي بيطلع لك مستحيل يكون بيريودك. فالكونديشن ده اللي احنا اللي بنشك بيه البريدس لما يكون عندي تو سيجنال ومعايا بعض تمام. هو السؤال ده مش موجود في الشيت وطالب منك ان انت تجيب البريد بتاعت السيجنال اكس اوف تي او اكس اوف تي. طيب البريد بتاعت السيجنال تجيبها ازاي؟ لا ثانية تمام باين باين شايف كويس؟ اه اقول ان دي تي بتساوي 2 باي. طيب انا عارف ان دي سيجنال تو سيجنالز مجموعين فهسمي دي اكس 1 ودي اكس 2 البريد بتاعتها تي 1 اسمها ايه سكويرت فاكتور اه ولا سيبها كده دي مستعزه فكر نص زي نص زي تي 1 دي بتساوي ايه؟ نص زي نص زي البريد بتاعت تي 1 اه البريد بتاعت تي 1 هي 2 باي على 2 اللي هي باي. طيب البريد بتاعت تي 2 عشان اجيب البريد بتاعت تي 2 لازم افك الساين الاول نص واحد نص اللي هي نص 1 نيجاتيف كوساين دبل انجل صح؟ اللي هي 6 انجل تمام. طيب ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان السيجنال اكس 2 البريد بتاعتها بتساوي كام؟ احنا قلنا ان الكوسنت ما بتاثرش على البريدست ده عشان مش موجود الكوزاين 6 دي بريودك والبريد بتاعتها كام؟ 2 باي اوفر 6 اللي هي باي اوفر 2 ما ينفعش اقول ان الساين سكوير كلها بعضها بريودك اصلا؟
طيب من هنا هقدر اقول ان تي 1 على تي 2 تساوي كام؟ تساوي الباي على واي على 3 اللي هي تساوي 3. فهنا ده انتجر يبقى خلاص يبقى الصم بتاع كومبيوتك والبيريود بتاعته تي بتساوي كام؟ تساوي 3 في باي على 3 اللي هي الباي او 1 في الباي. طيب الاكس اوف ان كوساين 4 ان بلس كوساين 4 ان دي بيريودك ولا لا؟ انا همسك واحده فيهم اجيب التي 1 بتاعتها. التي 1 دي بتساوي كام؟ 2 باي على 4 اللي هي باي على 2. هل الفانكشن دي بيريودك؟ الفانكشن دي بيريودك لازم تكون رقم انتجر صح؟ وبما ان ده مش انتجر تمام؟ فده معناه ان هي بيريودك غير مقسم. تسمع ايه؟ غير مقسم كل واحد لما تقسم هي اصلا دي بيريودك. فهتقسم ايه؟ عشان نصيحه كنا بنقسم هنا عشان انا عارف ان الفانكشن دي بيريودك ان دي بيريودك. لو واحد فيهم نون بريودك فاكيد الاوفر اول بتاعهم والصم بتاعهم نون بريودك صح؟ وخلاص يبقى اكيد تي 1 دي او الاكس 1 نون بريودك وده معناه ان الاكس اللي هي الصم بتاعتهم برضه نون بريودك. طيب اكس و ان دي انا اقول دي اكس 1 اكس 2 مش انا مش هخلص كده بس انا هستنى التوبه يعني زي هنا المثال الاخير رقم 3 اللي كان تحت ده انا قلت باي على الاثنين. انا كان ممكن بقبل ما اكمل المساله اقول لك ده باي على الاثنين وامشي يعني بس باي على الاثنين ايه؟ الفانكشن كونتينيوس عشان تصير فانكشن كونتينيوس مش كونتينيوس بس هي مش كوساين دي كونتينيوس ده ديسكريت بس عشان تصير ديسكريت هو الفيلم كونديشن ان البيريد تكون انتجر. لكن احنا دايما عارفين من زمان خالص من قبل بتاع ان الساين والكوساين هي بيريودك فانكشن والبيريود بتاعتها 2 باي او 2 باي كي صح؟ لكن الديسكريت فانكشنز لازم تكون لازم يعني. طيب تي 1 هنا تساوي كام؟ هي بتساوي 2 باي صح؟ ايوه صح على باي على 4 اللي هي بتساوي 8. الرقم ده انتجر يبقى اذا الاكس 1 دي بيريودك فانكشن. أربعة فاي على ثلاثة على اثنين باي. أيوة نون بريود. مش معطينا هي الكوزاين بريودك وبريود هذا كامل. قلت الكوزاين دي بريودك وبريود هذا كامل. لا كوزاين بتكلم على فانكشن كوزاين تي فانكشن كونتينوس. البريود بتاعتها كام؟ باي. تمام. ينفع 10 باي؟ بس كمان ان انا باي تو باي انا باي هي بريود صح؟ يعني انا جيت بصيت هنا 50 مش انا ممكن اقول لك السيجنال دي دي سيجنال بريود البريود بتاعتها باي من هنا لهنا باي صح؟ ممكن اقول لك السيجنال دي من هنا لهنا بريود البريود بتاعتها تو باي صح؟ فانا عارف ان بريود تو باي او باي او هنا باي وتو باي وهكذا. فانا بريود من الاخر هي تو باي كي تمام؟ عايز تفهم اكتر؟ احنا عندك الاكس 2 دي بتساوي ايه يعني؟ اكس 2 فاليو. قد ما الاكس 2 فاليو يعني كوزاين 4 باي على 3. طيب عشان الكوزاين دي تبقى بريودك انا بعمل ايه؟ انا بعمل تيست بقول انا هجيب الاكس ان بلس ان كابتن واشوف هل هي بتساوي الاكس اوف ان لفاليو انتجر ان. طب ايه الفاليو انتجر ان؟ هل الكلام ده كله يبقى اذا الفانكشن دي بريودك والبريود بتاعتها ايه؟ صح؟ طيب الاكس اوف ان بلس ان يعني ايه؟ يعني عوض هنا شيل كل ان احط مكانها ان كابتر. طيب عندي ان بلس ان كابتر مضروبه في 4 باي على 3 كوزاين ايكوال الاكس ان هي عباره عن كوزاين 4 باي على 3. شو قصدك امتى ده يساوي ده؟ لو ان كابيتال بزيرو لو الرقم اللي انا جمعته اللي هو 4 باي على 3 ان
يساوي كام؟ 2 باي. يساوي مالتيبلز من 2 باي يعني 2 باي كي او 2 كي باي صح؟ اه. مش هنسينا نسيت ان على جنب كده قلت لك انا عايز كوزاين 0 بكام؟ بواحد. لو جيت على قلت لك عايز كوزاين 360 اللي هي كوزاين 2 باي واحد هي بواحد. طيب كوزاين 4 باي واحد. يبقى انت اي سيجنال جمعت عليها مالتيبلز من 2 باي الكوزاين بتاعها مش هيتأثر تمام؟ فمن الاخر كده ان دي بتساوي كام؟ من هنا بتساوي ال 2 باي كي على ال 4 باي على 3 اللي هي بتساوي كام؟ بتساوي 3 على 2 كي. لما اجي اقول لك كده ان ان ايكوال 3 على 2 كي ايه الكونديشنز بتاعتي؟ كونديشن ان انا عندي الكي هنا كان رقم انتجر وقيمته من 1 2 3 لحد انفينيتي نفس الكونديشن ده هنا انا عايز هنا الان تكون انتجر صح؟ لما الان تكون انتجر هنا ده معناه ان الفانكشن الكوساين دي البريديكتد فاليو بتاعتها هي الان. لو جيت اخترت الكي دي بتساوي كام؟ بس انا اخترت الكي دي بتساوي كام؟ مش ممكن تاخد واحد او اثنين او ثلاثه؟ انت ليه اخترتها واحد؟ اخترتها بتساوي كام؟ ثلاثه الان بتساوي كام؟ بتساوي ثلاثه. الرقم ده انتجر يبقى الديسكريت فانكشن دي البريديكتد فاليو بتاعتها ثلاثه. بس انا بعمل كده لما يقول لي امتى تكون بريوديك الفانكشن دي هي بريوديك في الاصل ماشي. هو انا بيسالني هل هي بريوديك ولا لا المفروض اجيب المينيمم. لا انت بتجيب المينيمم بتاعت الكي ليه؟ انت بتجيب المينيمم بتاعت الان. انت الكي دي اي فاليو من 1 لانفينيتي هي فانكشن دي بريوديك. انت فانكشن دي لو جيت تتبعها في الاخر في الاصل هي بريوديك تمام. البريود بتاعتها هي 3 هي 6 هي 9 هي 12 وهكذا تمام. يعني انا خدت الكي هنا بدل الكي خدتها ب 4 هذا ان بيساوي كام؟ بيساوي 6 رقم انتجر الفانكشن دي بيريوديك والبريد بتاعتها 6 يعني الفانكشن من الاخر اللي كوزاين دي لو جيت ترسم البريد بتاعتها فالبريد بتاعتها الان ممكن تطلع 3 ممكن تطلع 6 ممكن تطلع 9 ممكن تطلع 12 اي رقم دول بس المينيمم بتاعها هو 3 يبقى الفانكشن ان اكس اوف ان دي هي بيريوديك والبريد بتاعتها 3 يعني هي بيريوديك على كل دول من الاصل. بس هنا الكي بتساوي 2 هنا الكي بتساوي 4 هنا الكي بتساوي 6 انا ما عملتش كده في اللي قبليها عشان ده كان باي 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 فانت مستحيل انت جار لو ما فيش رقم مضربه في ايه بصيت هنا انت خلينا في كي يعني 2 باي كي هل في فاليو للكي انتجر تخلي لك الرقم ده كله كهول يبقى انتجر؟ لا عشان كده دي نون بريوديك وعشان كده دي بريوديك. دي بريوديك على كل دول يعني بريوديك على 15 على 18 لحد بقى ما 90 كان انا هاخد ال 100 امبريد هي الان هي دي الان بتاعتي انا اجيب التي طالما البسط مش انتجر اعمل بقى الطريقه دي اللي هي الثانيه. بس بتعمل طريقه ثانيه دي امتى؟ لو البسط مش شغال سكريت لكن لو سيجنال كونتينوس مش فارق معاك ان يطلع قد ايه تمام. يبقى ساعتها تي 2 دي عوض عن الكي بتساوي 2 يبقى عندي تي 2 دي بيريدك وبيريد بتاعتها 3 تمام. يبقى انا عايز اجيب التي 1 على تي 2 بيطلع لك 3 على 8 او 8 على 3 ساعتها التي هتطلع ايه؟ تطلع 3 تي 1 او 8 تي 2 اللي هتطلع 24 ولازم الرقم اللي في الاخر يطلع لك انتجر لان دي ديسكريت ودي ديسكريت اكيد الجمع بتاعهم هيبقى ديسكريت وعليه نفس الكونديشن. يعني لو عايز اعرف الاكس و ان دي بريدك ولا لا لازم الكونديشن ان التي بتاعتها مش التي بقى اسمها هنا الان بتاعتها تكون انتجر ولازم اطلع لك انتجر. هو اي تي انا بحسبها بتبقى مضروبه في كي؟ لا لا على فكره جت من هنا فانسين. لما اجي اقول لك ان ده بيساوي ده معناه ايه؟ ان انا لو خدت كوزاين انفرس بالمعادله دي هيطلع لك ايه؟ انت تاخد كوزاين انفرس لاي معادله يطلع لك الانجل اللي جوه صح؟ هيطلع لك هنسمي ده سيتا يطلع لك سيتا بلس ايه؟ فانت تاخد كوزاين يطلع لك سيتا بلس 2 باي في الام في اي انتجر. لما تاخد انفرس هنا بس دي مش سيتا دي هنا عباره عن ان بلس ان اضربه في 4 باي على انا خدت الانجل اللي هنا جمعت عليه بلس 2 باي ام ايكو الانفرس بتاع الكلام ده طلع لك نفس الانجل اللي جوه بلس 2 باي في اي فاريبل تاني مثلا ايه صح الانفرس بتاع اي كوزاين فانكشن مش كان بيطلع لك الفانكشن او مالتيبلز من 2 باي عليها صح. فانت ممكن تقول بقى دلوقتي ايه لان ده كتير مع ده لان احنا كتبناه من الاول ان الان بتساوي 2 باي ايه النيجاتيف ام
ده انتجر وده انتجر، فممكن تشيلهم خالص وتحط مكانهم انتجر دي تسميه ايه؟ فانت اي كوساين اي ساين اي تان اي من اخر تريجونوميتريك فانكشن هي بيريودك والبيريود بتاعتها 2 باي كي. بس ده احنا دايما بنعوض عن الكيلو سوا واحد عشان نجيب المينيمم بيريود. تمام؟ يعني يعني انت عندك كوساين كوساين اي تي دي بيريودك، هتقول لي البيريود بتاعتها تساوي كام؟ احفظها على طول ان هي 2 باي كي على ايه. تمام؟ ولو انت بتتكلم على كونتينوس فانكشن هتخلي الكي دي بواحد، لو انت بتتكلم على ديسكريت فانكشن هتشوف بقى هل قيمه الكي دي لو غيرتها خليت رقم ككل انتجر يبقى انتجر خلاص. يعني لو كونتينوس مش عارف اعمل الكلام ده، لو كونتينوس مش لازم تعمل الكلام ده، يعني كونتينوس يعني الكوزاين نفسها يعني بريودك على باي على الاثنين عادي يحصل فيها كده، لكن الديسكريت لازم تكون بريودك على رقم انتجر. يعني ينفعش يبقى انتجر ولما اضربه في 2 باي على ايه لازم يطلع انتجر. اه لازم ده كله لو احنا بنتكلم على كونتينوس مفيش كونديشن، لو احنا بنتكلم على ديسكريت سيجنال لازم الكلام ده كله بيساوي انتجر جديد نسميه ايه؟ الكلام ده كله لازم يساوي تعال نسمي الانتجر الجديد ده نسميه ايه؟ تمام؟ يبقى شونسين هنا الكونستانت او السكيلر بي ده عشان يبقى انتجر لازم ايه؟ لازم الاي دي تكون فيها باي صح؟ من الاخر لو انا جيت قلت لك اي سيجنال ساين باي ان تبقى عارف على طول ان هي بريودك، لو جيت قلت لك ساين 2 ان تعرف على طول ان هي نوت بريودك، يبقى لازم الكوفيشنت بتاع الان لو في باي يبقى تطلع بريودك، انت بتقسم على 2 باي. فالحاجه الوحيده اللي هتغيرها والكوفيشنت ده لو في باي يبقى بريودك مفيش باي يبقى نوت بريودك. تمام؟ خلصين ترانسفير فانكشن لما اجي اقول لك ان انت عندك سيستم السيستم ده اللي بيمثله في التايم دومين او الديفرنشال ايكويشن صح؟ انا دخلت له انبوت اكس اوف تي يطلع لي اوتبوت واي اوف تي. تمام؟ فكره بقى ان احنا الاوتبوت واي اوف تي ده في التايم دومين بيبقى عباره عن حاجه اسمها اتش اوف تي معمول لها كونفوليوشن مع الاكس اوف تي. اصلا بيطلع كونفوليوشن بنكره الانتجريشن. يعني لما رحنا للاس دومين ومثلنا الديفرنشال ايكويشن بتاع السيستم دي مثلناها بالترانسفير فانكشن جي بس لما يدخل عليه انبوت اكس او اس الاوتبوت اللي هو واي او اس هي عباره عن المالتيبليكيشن بتاع الترانسفير فانكشن في الانبوت الجي او اس في الاكس او اس. ده اللي احنا بنستعمل نضغط على السكون. اول حاجه بنهرب من الديفرنشال ايكويشن وبنهرب من الكونفوليوشن. دلوقتي لما اجي اقول لك انا دخلت انبوت على السيستم ده يعني انا جيت فيه سيستم انا عارف الترانسفير فانكشن بتاعته دخلت عليه انبوت دلتا دلتا اوف تي هات لي الاوتبوت. هات لي الاوتبوت ازاي؟ اول حاجه تجيب الدلتا بس اضربها في الجي او اس اللي انت عارفها يبقى انت جبت الواي بس معاك الواي بس هتطلع بلس انا طلع بلس انبوت دخلت له انبوت يو اوف تي ستيب فانت هتجيب الجي او اس اضربها في الجي او اس تجيب الواي او اس كده تاخد بلس انبوت تجيب الاوتبوت لما يكون الانبوت يو اوف تي. الاتش اوف تي ده اللي هو الداتا القديمه. الاتش اوف تي ده هو الانبوت ريسبونس. يعني الاتش اوف تي علاقته بالجيو بس هو البلس انفرس للجيو بس يبقى الاتش اوف تي بنساوي الكلام ده. تمام؟ هنقوله دلوقتي. يعني انا بديله الانبوت سوري للناس وبخرج اوتبوت وبجيب له لابلاس انفرس فكده خرجت الاوتبوت يعني. اه وان انت تعمل لابلاس ترانسفورم للانبوت او لابلاس انفرس للاوتبوت ده بيبقى اسهل بكتير ان انت تعمل انتجريشن او كونفوليوشن في التايم دومين. تمام؟ فخلينا نتفق ان الترانسفير فانكشن باي ديفينيشن هي عباره عن ايه؟ الجي او اس هي باي ديفينيشن هو الاوتبوت الاس دومين على الانبوت. الاس دومين بافتراض ان الانيشال كونديشن بزيرو. لازم تفترض ان الانيشال كونديشن بزيرو. تمام؟ طيب وده بيطلع لها صيغه جنرال بيطلع لك عندك كده كلام فوق وكلام تحت. يبقى عندك اس او بولينوميال في الاس وبولينوميال في الانبوت. اه خلينا نتفق ان البرنامج بتاعه النيميريتور او الدينيميتور اسف هتبقى مثلا حاجه اس سكوير او اس باور ان بلس اي ان نيجاتيف 1 اس باور ان نيجاتيف 1 لحد الاي نوت. تمام؟ خلينا نتفق دلوقتي ان احنا لما نيجي نحل الحاجات دي بخلي الكوفيشن بتاع الاس باور ان لو الهايست باور في الان بخليه واحد. تمام؟ بنسمي بقى البولينوميال دي بنسميها مونيك بولينوميال. ليه بنعمل كده عشان نسال على نفسنا الاناليسيس؟ احنا بنسمي بقى الروتس بتاعه الدينومينيتور بنسميها بولز بنسمي الروتس بتاعه النيميريتور بنسميها زيرو.
ليه بولز وليه زيروز انت هتقفل محافظ. دلوقتي بنعمل ديفينيشنز للحاجات دي. الايكويشن بتاعت الديمينيتور بنسميها كاركترستيك ايكويشن. دي كاركترستيك ايكويشن هيعرف ان احنا بعد كده البولز هي اللي بتبين لك السيستم بيقفل ازاي. اللي بتقول لك السيستم ستيبل ولا لا وتقول لك ان كل حاجه على السيستم تمام. فمن الاخر الكاركترستيك ايكويشن بتاع السيستم اللي بتحتوي على البولز هي اللي بتقول لك السيستم ستيبل ولا لا ولا ان ستيبل وتقول لك الريسبونس بتاع السيستم ده حالة الاستيم هيبقى عامل ازاي في حالة الدلتا هيبقى عامل ازاي وهكذا. خلينا نتفق بقى ان الجي اوف اس دي بتبقى حاجة يونيك لكل سيستم. يعني انا قلت لك ان انت عندك موتور وعرفت تجيب له ترانسفير فانكشن تمام. ترانسفير فانكشن دي تفضل ثابتة مهما غيرت في الانبوتس. دخلت له انبوت دلتا ساين ويف اي حاجة هتفضل ايه ثابتة زي ما هي. على فكرة انت كنت خدت ترانسفير فانكشن دي خدتوها في صورة سيرفنس. لما انت كان عندك ار سي سيرفر ودخلت عليها انبوت هنا فولتج سورس دخلت الفولتج ده دي سي كان بيطلع لك الاوتبوت خالص دي سي ودخلت ساين ويف كان بيطلع لك الاوتبوت ساين ويف. هل بقى الكاركترستيك بتاعت الكلام ده كله بتاعت الار سي دي اختلفت باختلاف الانبوت هو ساين ولا بتاع؟ لا ده اللي كان بيحصل هنا. شانسين احنا كنا بندخل دي سي على الار سي سيرفر كان بيطلع لك الاوتبوت دي سي كنا بندخل ساين ويف كان الاول بتاع ساين ويف تمام. ليه كان بيحصل كده؟ عشان السيستم اصلا لينير تايم انفاريانت فالاوتبوت هيكون واخد كاركترستيك من الانبوت تمام. فعلى اخر السيكشن كده هنحل اكزامبل هوريكم ان دايما الاوتبوت بياخد كاركترستيك من الانبوت اللي بتظهر عليه تمام. نحطها دايما في دماغك ان الاوتبوت بياخد كاركترستيك من الانبوت. لو الانبوت ستيب الاوتبوت هيبقى فيه جزء ستيب. لو الانبوت ساين ويف الاوتبوت هيطلع ساين ويف تمام. معلش شويه ممكن معلش اعرف امتى في الاس لكن في التايم دومين ازاي نجيب ترانسفير فانكشن ما عارفينش كونفوليوشن نعمل كونفوليوشن ازاي. ده في الشرح من دكتور احمد كامل احنا مش هنعمله تمام. ممكن دكتور احمد كامل ما يشرحوش الجزء بتاع الكونفوليوشن ده مش هنعرفه دلوقتي. انا بقول لك ان الميزه بتاعت لابلاس ان هو حول لي الكونفوليوشن اللي في التايم في مالتيبليكيشن فبقى سهل كده ان انا اجيب الاوتبوت لكل انبوت مجرد بس ان انا عرفت الجيو بس. يعني لو عرفت الجيو بس اقدر اجيب الاوتبوت لاي انبوت مختلف. هي الاتش دي دي اللي هي بتبقى في التايم في التايم دومين مكان البلوك. الاتش دي دي اسمها الانبوت ريسبونس بنتكلم عليها دلوقتي. مش هنسين لو انا كده دلوقتي قلت لك ان انت عندك سيستم ديفايند باي كده ده الجيو بس ده الانبوت اكس بس. معلش يا باشمهندس يعني الغلط ان انا حط اي اكس في تي اتكلم لا تطلع لي نفس الواي في تي. الغرض ايه؟ اي اكس في تي طلع نفس الواي في تي؟ اي اكس في تي اتكلم طلع لي مثلا نفس الواي في تي نقول مثلا قيمه اكس او واي اي حاجه. لا لا هتاخد نفس الشكل. يعني الواي هتاخد نفس الشكل بس هيبقى فيه جين مختلف. يعني انت هنا تمام؟ لو انت جيت بصيت على الكرنت لو انت دخلت فولتج دي سي قيمته 5 فولت بصيت على الفولت اللي على الاوتبوت الفولت ده بتاع الكباسيتور هيطلع دي سي. الدي سي يعني ادي ستي ستي هيطلع 5 فولت صح؟ فالجين هنا بواحد. لكن انت ممكن يكون عندك دايره لو جيت قلت لك الدايره عامله كده حطيت الكباستور هنا وحطيت الريزستنس هنا ونفس الدي سي سورس الدي سي سورس ده قيمته 5 فولت. لو جيت قلت لك الفي اوتبوت ده الدي سي بكام؟ مش الدي سي ده اوبن سيركت مفيش كارنت هيمشي يعني مفيش فولت دروب يعني الفي اوتبوت بزيرو. يبقى الدي سي هنا يبقى الدي سي جيم بتاع ده زيرو الدي سي جيم بتاع ده واحد. ده كان كونستنت ده كونستنت بس ده كونستنت بخمسه ده كونستنت بزيرو ده كان كونستنت بخمسه ده كونستنت بخمسه. فدايما الانبوت هيسمع في بخواصه على الاول بس هيختلف طبعا في كونتر ماجنتيود هيختلف لو في الشيفت اللي انت بتتكلم على ساين. ده اللي كان بيحصل لما كنا بندخل ساين مش عارف بندخل ساين انبوت ان الاوتبوت بيطلع فيه ساين وكان في حاجه اسمها في الشيفت كنا بنمثلها في فيزوال دايجرام بس. فانت بياخد نفس الحاجه يعني انت بتدخل ساين ويف بتدخل ساين اوميجا تي الاوتبوت هيطلع ساين اوميجا تي بس في فيز شيفت الاوتبوت هيطلع ساين اوميجا تي بس في فيز شيفت باي وفي جين اي ممكن الجين ده يكون اعلى من واحده او اقل من واحده حسب الدايره تمام. احنا اتفقنا هنا ان الاوتبوت واي دايما بيساوي الترانسفير فانكشن في الانبوت. لو جيت قلت لك انا عندي عايز اجيب الامبلس ريسبونس يعني ايه امبلس ريسبونس؟ يعني انا بابلاي على السيستم ده بابلاي بصايا دلتا تي فده معناه ان الاكس او الاكس بس بيساوي ايه؟ بيساوي دلتا اس صح؟
اللي هي بتساوي كام؟ واحد. الانبوت دلوقتي بيساوي واحد صح؟ فده معناه ان الواي اوف اس في حاله ان الانبوت انبوتس بتساوي ده بتساوي زيرو اس. تمام؟ احنا بقى سمينا لما تجيب لابلاس انفرس للجي اوف اس سميناها اتش اوف تي، ودي بنقول عليها الامبوس ريسبونس. يعني ايه الامبوس ريسبونس؟ هو الاوتبوت لما يكون الانبوت انبوتس. تمام؟ يعني الـ output هو الـ system صح؟ لا الـ output يعني الـ output دلوقتي الـ output في حالة هنا حالة الـ input الـ output هو الـ system. تمام؟ طيب خلينا نتفق بقى ان الـ input response اللي هي الـ h of t دي بما ان الـ g of s دي حاجة unique للـ system يبقى الـ h of t حاجة unique للـ system. تمام؟ يبقى أي system دي unique transfer function و unique input response. تمام؟ والديفرنشال ايكويشن ما بين الانبوت والاوتبوت كده بس واضح احنا هنلاقوا سيكشن ده كان عايز اجيب الترانسفير فانكشن، عايز اجيب الانبوت ريسبونس، عايز اجيب الستيب ريسبونس. طيب اجيب الترانسفير فانكشن ازاي؟ انا عارف الترانسفير فانكشن الجي او اس باي ديفينيشن هي الاوتبوت على الانبوت. شوف دي صبعه صبعه. انا عارف ان الكوفيشنتس بتاعه الاوتبوت بتاعه الواي بتظهر لي في الدومينيتور، فيبقى عندي اس سكوير بلس 2 اس بلس 3. الكوفيشنز بتاعت الاس هتظهر لي اللي هي الاكس اوف اس هتظهر لي في النوميريتور. طيب عندي هنا اس بلس ده بلس ترانسفورم بتاع اكس اوف تي نيجاتيف 2 هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اكس اوف اس اللي انا قسمت عليها مضروب في اي باور نيجاتيف 2 اس. شفت الطيب بتحول اكسبوننشال في الاس صح؟ طيب دي الجي بس انا عايز دلوقتي اجيب الاتش اوف تي اللي هي بلس انفرس للجي بس. اجيبها ازاي بقى؟ اكمال مربع فانا ممكن احل جي اوف اس اعمل بارشال فراكشن او كومبليتنج سكوير. اسال انا اعمل كومبليتنج سكوير فانا اقول ان الجي اوف اس بتساوي ايه؟ اخد الكوفيشنت بتاعت الاس اقسم على الاثنين فيبقى الواحد اقول اس بلس 1 الكل سكوير. الاس بلس 1 دي هتدي لي ايه؟ هتدي لما اجي افك المربع ده اديني اس سكوير هنزود بس زائد 1 بجمع الاثنين صوت كويس. من انا عندي في شيفت في الاس لواحد هعمل نفس الشيفت فوق اجمع واحد واطلع واحد بلس اي باور نيجاتيف 2 مش هتصير معاك دي سوشيال سنسي لا بلس البلس ترانسفورم بتاع الاكس دوت هو اس اكس بلس بلس البلس ترانسفورم بتاع ده هو اي باور نيجاتيف 2 اس في الاكس بلس حاجه كده قسمت على اكس واس هيظهر لي بس الكوفيشنت اللي هي الاس والاكسبوننشال. طيب هنا بقى الجي بس بس انا قسمها ثلاث حاجات انا عارف ان هي عباره عن اس بلس 1 على اس بلس 1 سكوير بلس روت 2 سكوير تمام نيجاتيف 1 على اس بلس 1 سكوير بلس روت 2 كل سكوير تمام بعد كده نيجاتيف او بلس 1 على اس بلس 1 سكوير بلس روت 2 كل سكوير اي باور نيجاتيف 2 صح؟ ده الجي بس. طيب اجيب بقى طلبت منك الاتش اوف تي اللي هو الانفرس بتاع الكلام ده الانفرس بتاع الترم ده مش هنسيه لما يبقى عندي اس على اس سكوير بلس اوميجا سكوير ده الانفرس بتاعها هو كوزاين اوميجا الاوميجا اللي هي جذر 2 تي صح؟ شفت في الاس بنحول ليه اكسبوننشال في التايم يبقى اي باور نيجاتيف 2 صح؟ ونوصل ل 1 يو اوف تي بلس انفرس الكلام ده انا عارف ان ده ساين بس عشان يبقى ساين محتاج ان انا يبقى عندي في جذر 2 هنا فاضرب في جذر 2 واقسم على جذر 2 فيبقى عندي نيجاتيف 1 على جذر 2 ده عباره عن ساين جذر 2 تي يو اوف تي ودي سبعة زوجة وخمسين اي باور نيجاتيف تي ده بلس انفرس الترم ده مش هو هو ده بالظبط بس الساين بدل نيجاتيف بوزيتيف صح وهعمل شيفت هشيل كل دي احط مكانها تي نيجاتيف 2 هيبقى عندي 1 اوفر روت 2 اي باور نيجاتيف تي ساين كذر 2 تي يو تي نيجاتيف
طيب ده الامبولس ريسبونس. طيب ثاني حاجه كان عايزها ايه وثالث حاجه بقى كان عايزها ايه؟ ده كان ثاني حاجه. ده اول حاجه. ثالث حاجه كان عاوز تجيب الواي اوف اس. كان عايز تجيب الستيب ريسبونس. يعني ايه الستيب ريسبونس؟ لما الانبوت بتاعي يبقى ستيب. لما الانبوت يكون ستيب يعني ايه الانبوت يكون ستيب؟ يو اوف تي. يعني اليو اوف تي او الاكس اوف تي يساوي يو اوف تي. الاكس اوف اس بيساوي 1 ده معناه ان الاكس اوف اس مساوي يو اوف اس مساوي 1 اوف اس. فانا عايز اجيب الاوتبوت لما تقول الانبوت ستيب هروح للاس دومين اجيب الاكس اوف اس اللي هو 1 اوف اس. فساعتها الواي اوف اس بيساوي ايه؟ بيساوي جي اوف اس مضروبه في 1 على اس. صح؟ طيب ده معناه ايه بقى؟ معناه ان انا عندي ترانسفر فانكشن اللي فوق دي واخدها زي ما هي واقسمها على اس. صح؟ ده هيكون بيساوي طيب هيبقى عندي اس بلس اي باور نيجاتيف 2 اس على اس اس سكوير بلس 2 اس بلس 3. شوف سنجل بلس بلس فورمولا ده ازاي؟ انا ممكن اشتغل نفس البلس انجل بلس انا عامل بوشر فراكشن. صح؟ انا لو عامل بوشر فراكشن انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اقول اخد الترم ده لوحده بعد كده اجمع الترم تاني لوحده. هيبقى عندي هنا اس على اس اس سكوير بلس 2 بلس 3 بعد كده بلس 1 اي باور نيجاتيف 2 اس. هنا عندي اس اس سكوير بلس 2 اس بلس 3. صح؟ لا هعمل بشر ده اخر بشر؟ على كده مش بتاعت بشر اس مع اس ده مش بتاعت بشر فراكشن كومبليت سكوير. ده الوحيد اللي عاملينه بشر فراكشن. وعلى فكره احنا عملنا ده فوق مش ده عباره عن 1 على اس سكوير بلس 2 اس. مش احنا جبنا الانفرس بتاع 1 على اس سكوير بلس 2 اس. صح؟ مش ده هو ده بس هنا في اشاره نيجاتيف هنا مفيش. فانا مش هجيب ده انا هجيب ده. انا هسمي ده كله ايه؟ هسميه الواي 2 اوف اس. طيب حد يقول لي بقى الواي 2 اوف اس دي عملها بشر فراكشن ازاي؟ يعني بس زائد سي على بي سي بي اكس او بي اس بلس سي على ال انا هعمل بوشر فراكشن. انا هاخد الترم ده لوحده والترم لوحده مش هعمل فاكتورايزيشن ده عشان ده كومبلكس. انا هعمل اس وهنا عندي اس سكوير بلس 2 اس بلس 3. الكوفيشنتس اللي فوق عندي هتبقى ايه؟ ايه؟ بي اس زائد سي. الكوفيشنت هنا ده ايه؟ عشان ده فيرست اوردر فده هيبقى زيرو اوردر. ده سكند اوردر فده هيبقى فيرست اوردر اللي هو اسميه بي اس بلس سي. اجيب قيمه الكوفيشنت ايه وبي وسي ازاي؟ هعوض عن الحاجات اس بزيرو بس اجيب البي اس بلس سي وهعوض عن انت احسن حاجه تجيب فيها كوفيشنتس ايه وبي وسي ان انت تقارن النوميريتور هنا بالنوميريتور هنا. فانت عندك النوميريتور هنا بيساوي كام؟ بيساوي 1. صح؟ طيب النوميريتور هنا هبقى كومبير الكوفيشنت بيساوي كام؟ الناحيه الثانيه يساوي ايه؟ مضروبه في اس سكوير بلس 2 اس بلس 3 بلس البي اس بلس سي مضروبه في اس. صح؟ طيب دي بقى تعمل لي كوفيرنج كوفيشن. فانا هقارن الكوفيشن بتاع اس سكوير هقارن الكوفيشن بتاع اس هقارن الكوفيشن بتاع اس بار 0 اوف 3 بار. فانا كل كوفيشن انا عندي هنا 3 كوفيشنز في الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد هتساويهم ببعض يبقى عندي 3 كويشنز. اقدر اجيب الاي والبي والسي اللي هم في الموز. الكوفيشن بتاع اس سكوير في الليفت هاند سايد كام؟ زيرو. الكوفيشن بتاع اي زائد بي الاس سكوير في الرايت هاند سايد هو اي بلس بي. دي اول كويشن. الكويشن الثاني الكويشن بتاع اس الليفت بزيرو في الرايت بكام؟ 2 اي زائد 2 اي سي بلس سي. دي ثاني كويشن. الكويشن الثالثه الكويشن بتاع الفري تيرم واحد واحد الرايت هاند سايد كام؟ 3 اي بلس. تمام؟ فدي الكوشن رقم 3. انا بضرب من الكوشن رقم 3 اقول ان الكوشن ايه بيساوي كام؟ 1 على 3. 1 على 3. الكوشن بي الكوشن رقم 1 هو نيجاتيف 1 على 3. الكوشن سي هو نيجاتيف 2 على 3. فانا هعوض عن الاي بدول هعوض عن البي 1 على 3 هعوض عن السي بي 2 على 3.
السيشن اللي انت عندك سولوشن نيجاتيف 2 اس موجوده رو في الترمين دول عشان سيرو مش ممكن الترمين ده خلي الاثنين داخليها اس بلس 1 بلس 1 صح. طيب واحنا عارفين الحته دي كلها بتساوي ايه؟ كوزاين. ده بيساوي كوزاين صح؟ والترم الثاني احنا عارفين بيساوي ايه؟ ساين صح؟ طيب خلينا بقى نجيب الواي 2 بس دي نكتبها على طول. الواي 2 في التايم دومين واي 2 في تي بتساوي ايه؟ تي على واحد على التلاتة على الاس. الواحد على التلاتة زاد نصف الاس دي الامبرس بتاعها ايه؟ اليو في تي صح؟ بس عملها شفت المقدار اتنين اليو في تي نيجاتيف صح؟ طيب نيجاتيف واحد على التلاتة الامبرس بتاع اس على اس سكوير بلس اوميجا سكوير هو كوزاين بس معمول له شيفت يعني سوبرانشال نيجاتيف تي مضروبه في كوزاين نازل اتنين تي. بس ما تنساش ايه؟ ما تنساش ان انت عندك هنا في تي باور نيجاتيف 2 اس ما انت هتشيل كل تي وتحط مكانها تي نيجاتيف 2 تي نيجاتيف 2 كان له دور في يو تي نيجاتيف 2 تمام؟ طيب الانفرس بتاع الترمينال واحد على روت 2 تي باور مش ده ساين صح؟ بس محتاج يبقى في كذا 2 هنا هيبقى عندي بلس واحد على روت 2 e باور نيجاتيف تي ساين جذر 2 تي نيجاتيف مضروبه في يو في تي نيجاتيف دي نيجاتيف 2 عشان عندي اكسبوننشال بتحول شيفت في التايم شيل كل تي احط منها تي نيجاتيف 2 تمام نيجاتيف 1 على 3 اهو في نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 على 3 موجوده هنا مضروبه في كل ممكن تحط لي بقى حتى تطلع لسه ما خسرتش صح انا كده جبت الواي 2 في تي لسه في ترم تاني صح ده هو اللي فوق خلاص ده احنا جبناه فوق نجيب الواي 1 ده هو الانفرس بتاع الترم ده صح يعني سميناه قلنا ده واي 2 اس وده واي 1 اس الواي 1 في تي ده بيساوي اهو فوق اللي جاب فوق صح مش هو ده بالظبط ايه ده هو ده اللي هو ده بس الاشاره دي بوست مش دي هيبقى عندي واحد على جذر 2 اي باور نيجاتيف تي ساين جذر 2 تي يو تي مش عايزين دايما في الامتحان تبقى تشوف حاجات انت جبتها قبل كده مش تعمل انفرس على طول هتلاقي نفسك بتضيع وقت طبعا احنا عارفين ان الواي في تي احنا هي بتساوي الواي 1 بلس الواي 2 هنجمع الاثنين الواي 1 في تي لا الواي 1 في تي مش مضروب في الاي باور نيجاتيف الترم ده مش مضروب الترم ده كان مضروب بس تمام طيب عايزين بقى نبص يا باشمهندسين الكلام اللي انا قلته هنا قلت لك ان الاوتبوت بياخد كاركترستيك التحليل صح بما ان هي الاتش اوف تي ده امبلس ريسبونس يعني الانبوت كان امبلس فالاوتبوت هيبقى عامل ايه؟ يعني الانبوت ات انفينيتي بزيرو صح؟ لازم الاوتبوت ات انفينيتي بزيرو لو انت بصيت على الايكويشن دي هتلاقي ان الواي اوف تي او الاتش اوف تي دي عامله ازاي؟ دي ساين ويف او كوزاين ويف حاجة عاملة كده عمالة بالديكي بتموت تروح للزيرو الانبوت كان دلتا كان بلصايا الاوتبوت هو بلصايا في الاول بس بما ان الاوتبوت دي داينامكس فيقعد يوسليت تمام لو جيت بصيت هنا بقى الانبوت كان عندك ستيب صح يعني الانبوت كان يو اوف تي الاوتبوت هيبقى عامل ازاي؟ لا كتير
الاوتبوت احنا عارفين ان هو في الاول في جزء ترانزيت صح، بس احنا عارفين ان لما تي تكبر الاكسبوننشال ده هيروح لزيرو، الاكسبوننشال ده هيروح لزيرو، الاكسبوننشال ده هيروح لزيرو. يبقى لك ترم ايه؟ بقى لك ترم ده انت عارف ان في الاول ترانزيت بس ات ستي ستي قيمته كونستنت كل ده هتفرق ده الوايف عشان الانبوت كان دي سي او ده زي ما يطلع سي. وده اللي كان بيحصل في السيركتس، مش عارف كنا بنعمل حاجه اسمها الترانزيت اناليسيس والدي سي اناليسيس في السيركتس. الدي سي اناليسيس لما كان الانبوت دي سي الاوتبوت كان كل حاجه سي، كان هنا الاوتبوت كله دي سي. لما ده لو دخلت انبوت دي سي والترانزيت كان بيبقى حاجه عامله كده حاجه بالديكي وتروح للخمسه فولت تمام. طيب لو انا مدخل ساين ويف يبقى في ترانزيت في الاول بس ادت سي ستيت، انا عارف ان الاوتبوت هيبقى ساين ويف برضه. بس زي ما قلت لك ان الاوتبوت ما بيغيرش غير ما يزيد في الفاي، ده اللي احنا كنا بنهتم بيه في السيركتس. فعشان كده مسلناه حاجه اسمها الفيزر دايجرام. الفيزر دايجرام اصله لابلاس ترانسفورم، اصله ان السيستم كان لينير تايم انفاريانت، اصله ان الاوتبوت ساين ويف عشان الانبوت ساين ويف، فالاوتبوت ساين ويف بنفس فريكونسي. فانا خلاص على كل الحاجات اللي عندي او كل الكاركترستيك بتاعت الاوتبوت ثابته ما عدا الامبليتيود والفيز. فمستناه بحاجه اسمها فيزر دايجرام. انا اهم حاجه بالنسبه لي تطلع النهارده في السكشن انت لابلاس المفروض تبقى عارف. انا اهم حاجه بالنسبه لي ان لابلاس خلانا نهرب من الكونفوليوشن في التايم دومين، ده اول حاجه. تاني حاجه ان انا سيستم لو لينير تايم انفاريانت الاوتبوت بياخد نفس الكاركترستيك كده ديفايند على كذا بيلا تمام. السكشن اللي فات كنا جبنا الاتش اس بتاعته صح، الاتش اس بتاعته او اللي هي جي ام اس اللي هي ترانسفير فانكشن كنا احنا جبناها عباره عن الكلام ده. السكشن اللي فات كان مديك سيستم ويقول لك ان ده الامبولس ريسبونس بتاعه. انا ما قلتلكش ساعتها ما كنتش تعرف يعني ايه امبولس ريسبونس، ما كنتش تعرف يعني ايه ترانسفورم فانكشن. قلت لك ان احنا عندنا سيجنال عايزين نجيب لها لابلاس ترانسفورم، فجبنا الكلام ده تمام. طيب بعد ما جبنا الجيو بس دلوقتي بيقول لك انا عايز اجيب الستيب ريسبونس. يعني ايه ستيب ريسبونس؟ يعني عايز اجيب الاوتبوت واي بس انا عارف ان هو دايما بيزاي الترانسفورم فانكشن مضروبه في الانبولس اللي هو اكس بس. سواء واحد دلوقتي من الانبوت ايه؟ الانبوت ستيب يعني معناه الاكس بس بيساوي ايه؟ سواء واحد على الصح. فانا معناها هجيب الترانسفير فانكشن اللي فوق دي هضربها في واحد على الاس. مش هكتبها تاني بس انا هضرب على الاس على طول او هرسم على الاس. اللي انا جبته ده هو مش الجيو بس لا ده الاكس الجيو بس والاتش بس. اللي هو الواي بس. تمام؟ يبقى انا كده عرفت اجيب الواي بس انا ضربت الجيو بس اكس بس اللي هي عندي بتساوي واحد على اس عشان الانبوت ستيب. طب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجيب الواي تي، انا عايز اجيب الستيب ريسبونس. باشمهندسين لما يجي يقول لك ايه ريسبونس يعني ايه ستيب ريسبونس او ايه بس ريسبونس؟ انا عايز ريسبونس في التايم دومين. كلمه ريسبونس يعني حاجه بتتغير مع التايم تمام؟ فبيقول لك فايند الستيب ريسبونس. انا معايا الجيو بس معايا الاكس بس اوطى انا واحد على اس صرفتهم في بعض بقى معايا الواي بس لازم تاخد لها البلاس انفرس تمام؟ مش هنسينا البلاس انفرس الكلام ده مسوي ايه؟ ممكن يبقى اكتر اتنين صح؟ يعني انا ممكن دلوقتي اعمل ايه؟ اقول ان انا عندي حاجه اسمها واي 1 اوف تي. ان انا اسمي السيجنال دي واي 1 بس دي واي 2 بس دي واي 3 بس دي واي 4 بس. الواي واي اف تي بتساوي كام؟ هو ده الدومين معاك في السويت؟ ايه؟ اه كله باين هو مش قبل ما اضرب في الاس دوت لو كنت جبت لابلاس انفرس كان هيديني الاتش اوف تي؟ اه بالظبط افتح. طيب لما بقسم على اس كان ممكن نكمل من 0 ل تي؟ احنا هنعمل كده دلوقتي. مش هنسيب انا عايز اجيب الواي 1 اوف تي. انا ممكن اعمل حاجه في اثنين صح؟ اجيب الواي 1 اوف اس صح؟ اعملها بارشل فراكشن صح؟ الترم ده اعمله بارشل فراكشن هيبقى عندي اس بلس اس بلس 1. الكوفيشنس هنا ايه؟ هنا واحد هنا نيجاتيف واحد صح؟ طيب ده الواي 1 اوف اس. فنصير لحد فوق يطلع بعيد ما يمسحش الصفاره بعيد. طيب ده معناه بقى ان الواي 1 اوف تي بتساوي ايه؟ ده بلس انفرس الكلام ده. طب بلس انفرس واحد على اس هو اليو اوف تي صح؟ واحد في اليو اوف تي.
الكروس امبرس اللي عندك هو نيجاتيف اي باور نيجاتيف تي يو اوف تي صح؟ انا عامله كده صح؟ طيب انا ممكن اجيب على طول الواي 1 اوف تي دي على طول اجيبها ازاي؟ بس هنا تفتكروا كان في رول بتقول لك ان انا عايز اجيب لابلاس ترانسفورم للانتجريشن بتاع من 0 لتي اف اوف تي دي تي. الرول دي كان البلاس ترانسفورم بتاع كام ده ايه؟ اجيب البلاس ترانسفورم بتاع الاف اف اوف لامدا بس من غير الانتجريشن، اجيب الاف اوف اس واقسمها على اس. فانا ممكن استعمل الرول دي اقول ايه؟ اقول ان انا عندي دي هسميها سيجنال واي ستار. انا عارف الامبرس بتاعها صح؟ يبقى الواي 1 اوف تي هو الانتجريشن من 0 لتي، ال1 اوفر اس بيتحول لايه؟ الانتجريشن اوبريتر. ليه الواي ستار اوف تي؟ الامبرس بتاع الكلام ده لوحده كام؟ اي باور نيجاتيف تي دي تي. الانتجريشن بتاع الكلام ده بيساوي كام؟ هو اي باور نيجاتيف تي على نيجاتيف 1 وعلى باور حدود التكامل بالنيجاتيف هيبقى عندي من 0 لتي. صح؟ لما تيجي تعوض في الكلام ده يطلع لك 1 نيجاتيف اي باور نيجاتيف تي مضروب في اليو. ليه اليو اف تي موجوده؟ عشان اي بلس انفرس انا بعمل ترانسفورميشن للسيجنال يعني الديفينيشن بتاع بلس ايه؟ الاف اف تي ان انا بانتجريت من 0 لانفينيتي. انا بشوف من اول 0 بس. فاي سيجنال تعمل لها انفرس لازم يظهر لك اليو اف تي. اهو. على فكره اليو اف تي كانت موجوده هنا. بس بما اني بانتجريت من 0 لانفينيتي اليو اف تي قيمتها واحد في الرينج ده فانا هقطع عليها بواحد. تمام؟ فاليو اف تي موجوده هنا، اليو اف تي موجوده هنا عشان كده ظهرت لك. طيب دي الواي 1 اوف تي، حد يقول لي بقى الواي 2 اوف تي بتساوي ايه؟ شلون سين؟ انا مش دي بالظبط بس مضروبه في كونستنت، مضروبه في اي باور نيجاتيف 2 اس. الاي باور نيجاتيف 2 اس بيعمل ايه؟ يشفر. انا هاخد نفس السيجنال دي بالظبط عشان كل دي احط مكانها نفس تي ماينس تي نيجاتيف 2. تمام؟ وما تنساش ايه بقى؟ ما تنساش ان هي كانت مضروبه في سكيلر اللي هو ده اي باور نيجاتيف 2 اس او اي باور نيجاتيف 2 يبقى دي الواي 2. يبقى انت مش هتعرف تجيب انفرس وتعمل البارشال فراكشن كام ده بقى. الاحسن ان انت عارف ان السيجنال دي هي دي بالظبط بس مضروبه في سكيلر فهنزله زي ما هو مضروبه في اي باور نيجاتيف 2 اس الاكسبوننشال في الاس يتحول لتايم شيفت. طيب الواي 3 في تي هي هي واي 2 دي هي هي دي بالظبط صح؟ بس الشرط المايز دي موجوده، الشرط المايز دي هتخسر لي فين؟ الاكسبوننشال اي باور نيجاتيف تي هتبقى اي باور تي صح؟ يو اوف تي وبرده فيها شفت المقدار 2 شفت المقدار 2 تمام؟ وفي واحد هنا على فكره شرط المايز دي لو انت جيت عملت بشر فراكشن يعني انت جيت قلت لك واحد على اس اس نيجاتيف واحد يبقى لها بشر فراكشن الكوفيشن ده كام؟ ده نيجاتيف واحد وده واحد. فمن الاخر الكوفيشنز بس دي اللي غيرت الشرط. تمام؟ انت عايز تعمل بارشل فراكشن من اول ماشي عايز تقارنهم ببعض قارنهم. انت عارف ان الشرط النيجاتيف دي هتاثر لك هتخليك بدل اي باور نيجاتيف هتخليها اي باور تي فنفس السجن هتنزل زي ما هي وعارف ان الاي ممكن تغيرك في حدود التجاوب صح؟ عشان انا كان في عندي رسمت هنا على نيجاتيف واحد هنا ما بقاش في نيجاتيف واحد فانا بقيت انتجريت من زي من تي لزي. ساعتها دوت هي طيب الواي 4 اوف تي نفس الاولانيه بس واي 4 اوف تي هي هي دي بالظبط على فكره دي مضروبه في اي باور نيجاتيف 2 اي باور نيجاتيف 2 الواي 4 شفتها مش دي هي دي بالظبط بس الشفت ب 4 صح؟ طيب عندي نيجاتيف 1 بلس اي باور تي يو تي نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 مش مضروب في حاجه لا مضروب في نيجاتيف 1 صح؟ طيب على فكره دي في نيجاتيف 1 دي كانت مضروبه في نيجاتيف اي باور نيجاتيف 2 طبعا انت عارف ان الواي اوف تي هي الصم بتاع كل ده فهتجمع وتمشي بس نفس الاخيره مش زي اللي قبلها الاخيره شبه اول واحده صح؟ مش دي هي دي بالظبط بس ما فيش السكيلر اللي هو اي باور نيجاتيف 2 بدل من سالب 1 تمام بدل من سالب 1 فحطيت سالب 1 تمام والشيفت بدل ما هو ب 2 بقى ب 4 فانا بدل ما بيعمل شيفت 2 عملت شيفت 4 السالب اللي قبلها ده ما ياثرش على اللي حطيت لجوه هو هياثر على جوه بعد كده تمام بس انت بتحاول تشوف حاجه شبه بعض حاجه من اللي انت عملتها قبل كده